مع مغادرة طلائع الحجاج لأداء مناسك الحج المقدسة ومغادرة آلاف المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، استعدت إدارة جوازات مطار الكويت الدولي في مباني المطار بكل كوادرها لتسهيل حركة عبور المغادرين والتأكد من أوراقهم الثبوتية والإشراف على انتقالهم من لحظة وصولهم إلى مبنى المطار وحتى صعود الطائرة. تم الدعم من قبل وزارة الداخلية بتوجيهات من القيادات العليا بعناصر ما لا يقل عن 150 عنصر من قوة الشرطة، وذلك لتسهيل إجراءات مغادرة ووصول ضيوف بيت الرحمن وإنهاء إجراءات وصول المصطافين. خذينا عهد على نفسنا وكذلك بدعم من القيادة العليا بوزارة الداخلية وبإشرافها أن يكون هالصيف غير عن أي صيف سابق، والحمد لله أنتم مثل ما شفتوا ما في تذمر، ما في أي مشاكل. دور إدارة أمن المطار يبتدي من لحظة وصول المسافرين أو المغادرين إلى مطار الكويت من خلال تسهيل حركة وصولهم إلى أماكن المغادرة، سواء في جسر المطار أو في مبنى جزيرة أو مبنى خطوط الجوية الكويتية في مبنى رقم 4، جميع الأماكن متواجدين مرور مطار، بإضافة إلى ذلك تسهيل مغادرة المسافرين من خلال إجراءات تفتيش. تأهب رجال وزارة الداخلية وجهوزيتهم لتأمين أقصى درجات الهدوء والسهولة للمسافرين، وكبها جناح خاص بوزارة الداخلية لوداع حجاج بيت الله الحرام وتزويدهم بالإرشادات والنصائح. عندنا شغلتين، ما قبل 10/3/2019 إذا الإقامة سارية على الجواز فالمغادرة والدخول بملصق الإقامة الموجودة في الجواز، أما من قام بعمل إقامة من 10/3 فما بعد يكون مغادرته ودخوله بالبطاقة المدنية اللي تكون استعاضة عن ملصق الإقامة. بالنسبة لإخواننا المسافرين خلال هذه الفترة أرجو أن يتواجدون قبلها في وقت كافي من أجل تسهيل إجراءاتهم، سواء فيما يتعلق بتفتيش عقائبهم وكذلك دخولهم في أماكن وزن الأمتعة وكذلك بالنسبة لحصولهم إلى بطاقة دخول الطائرة. وزارة الداخلية تضافر جهودها مع إدارة الطيران المدني والجهات الأخرى لتوفير السهولة والسرعة في انتقال الركاب، وتتمنى عليهم اتباع التعليمات الخاصة بهم من أجل عبور سلس وهادئ. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.